السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أداة اسمها كوبي شيتس من بيم سوفت سوليوشنز. الأداة دي لو أنت عندك شيت وعايز تعمل تكرار ليه، فبيكرره وبيكرر الفيوهات اللي جواه، تمام؟ يعني ده مثلا شيت اهوت فيه أكتر من فيو، فهو بيدخل على الفيوهات ديت ويعمل لها تكرار. مجرد إن أنا هاجي هنا وأقول له أنا عايز كوبي شيتس، وأقول له بعد ما اختار التايتل بلوك اقول له كوبي شيت، هيروح مكرر لي الشيت ويكرر كل الفيوهات اللي جواه ويربطهم ببعض، فده هيوفر لي وقت. ده بقى كوبي كوبي كوبي.